Music, music. The reason for such dramaticness? I have some very important information to disclose to you. I can't believe this is real. I can't believe this is happening. And she said, I'm sorry, I'm not going to do anything. I'm sorry. It's my rap. It's my rap. Yeah. مسلسل الطيار 13 و 2000 بلا ما تقطع بلا ما تقطع. مرحبا بيك في مملكة المسون، عبيد الشيعس موراسهم قادمون. الوقت كتجري الدنيا وليت كتبيد، دري تباب البنت والبنت تباب الدري. العالم تيرت هاك شكون اللي فيه مثبت، الزمان مكبت شكون اللي باقي في الدين مثبت، شكون اللي كيكذب شكون اللي على الصواب. ملي تسمع الفقيد الجام رافعين عليه دعوة اغتصاب، المعتزل زقنا كاع المناديل وشي كيبان لك اخاي من برا جونتيل. مبقى يعقل عليك لا خو لا عم لا خليل، حتى اطيب كيمد عليك الدورة تاع اسرائيل. مرحبا بك في الدورة 13 الموازين، ومستقبلي ما عطاش يما خليك مسكين. 13 العام وما كيصرفوهم جيوبنا، فلوس الضرائب والموضوع قطعوا صوتنا. كنشوفوا بانه المهرجانات لا زالت مستمرة وتصرف من اموال الشعب. واش هاد الناس اليوم محتاجين للمهرجان؟ واش هاد الناس محتاجين للرقص؟ بغيت ندوز في دوزام، نساو باللي تساليت الحلقة غيبانو في جهنم. بائعين الشرف ولو عدنا في كل مكان، داكشي على السما والمغرب بجمل دولة في العالم. على قبل السياحة جراو على المساكين، على قبل السياحة استقبلوا خليجيين، على قبل السياحة الشيخات وموازين، على قبل السياحة صبروا عليه بال المكبوتين. رمضان خسارة ما رحمتوش، كلمة ما عتارش بيه كاين اللي ما صاموش. كثروا عليهم العلم كثروا عليهم الالوان، مسخوا الفتنة حتى في شهر القرآن. كاع اللي عرب لا سباب كاعتبروه من العباد، كاع اللي دار اللحية وتاب كيشموا فيه ريحة الإرهاب. ثم الهوى والشوا والكباب، وحنا لا حول ولا قوة عايشين بدوا الأعصاب. حتى العرب دايرين ديهم في يد اليهودية، محافل روتاري وليونز للماسونية. اجي تشوف هاك شلا قنوات امتال فوكس ام بي سي وروتينات، اللي خلى الدراري وبنات عقلهم فضوح. حلب القنوات ملك لي غوباخت مرضوخ. هاد الماسوني اللي كيحارب بالاسلام، اللي كيحارب ديال الحق والتوحيد والسلام. والهدف تشتيت عقول المسلمين بافلام تنسيهم في الصلاة والدين. خلي القدوة نتاعكم هو مهند، سمح لي القدوة نتاعنا هو محمد. خلي لكم بيبسي ومشروبات السم، سمح لي اسي كان فضلو ماء زمزم. مغربي عربي مسلم واش كتقول؟ خلي لكم الهبال والارب اي دور دمر التقاليد قلتو حيوانات. باش خليو الشعب مريض كتسرو القنوات، في المقابل فلسطين لا تزاف المعاناة. العرب غير الشفاوي كما العادة في المؤتمرات. فينكم دول الفلوس؟ فينكم اصحاب الثروات؟ فلوسهم كلها مشات في البيران على البنات. والنتيجة العرب كونوا صغارو، العرب اخترعوا الزيرو، داكشي علاش حياتهم كلها زيرو. قولي علاش بينا محسوس؟ كل ما لقى ما يشري لولادو حتى الكوش. هبط لتحت شوف كيفاش كيعيش عندنا البرهوش. برهوش خرج من الخامس حيت باه ما عندوش. بنتي اللون نسيت اللعاقة وما تدوم، نسيت اللون ينفع وفيه لا مال هو لا بنون. ما بقاو اخلاق ما بقى احترام، بنادم كيحب الرب كسر ملكين على الشيطان. هل انضرب ما نسيبتو، هاللي طاحت قيمتو، هاللي قتل عشيرو على قبل صحيبتو، اللي باع بهيمتو باش يدوم ميمتو، اللي تبكى على ميمتو باش يرضي خطيبتو. اللي واش نحبس ولا غير نزيد؟ قولي المسكين منين يجي فلوس العايد؟ يا اما يسرق اما ينتحر بالفنيد. الدنيا كتكحال كل ما العمر كيزيد، الدنيا في ناس كحالو عندنا الدوزيات. شوفي شنو كيبان عندنا في القنوات، شكون اللي ناوية المعقول، شكون اللي ناوية تبات، شكون في حياته مهبول، شكون في حياته متبع. شافو دوزام في الأذان واش تسوقات، شافو دوزام واش كتوري الأمهات. دار وديكور الفقراء عطاوهم قدر، نصير العشين في قبور دارهم كتصفر.